بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله لكم الأجر أخوتي الأعزاء، بشهادة الإمام الحسن عليه السلام الذي كان معزا للمؤمنين وأنتم تعلمون الظرف الذي مر به حتى دخل عليه بعضهم كان من أصحابه وقال السلام عليك يا مذل المؤمنين. والإمام الحسن عليه السلام كان معزاً للمؤمنين، ونحن نشهد هذا اليوم ذكرى شهادته، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم أخوتي جميعاً ورحمة الله وبركاته. سائل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يسيرون على نهجهم، جعلنا الله من المؤمنين، وجعلنا أعزة ببركات سيدي ومولاي الإمام الحسن عليه السلام. لقد أفاد شيء أخونا مد الله في ظله في الكلمة السابقة بكلمة مهمة ونقاط مؤثرة تتعلق بطبيعة التبليغ، وقد ذكر أشياء، وبالنتيجة لا نريد أن نكرر ما أفاده. حبذا أن أنوه إلى أن التبليغ من المهام المقدسة، بل هي في الواقع من مهمات الأنبياء الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا، كما في سورة الأحزاب. والتبليغ عبارة عن مهمة مركبة من ثلاث أمور، من ثلاثة أمور، ولنصطلح عليها أنه هذا الأمر أو هذه الأمور هي مقومات التبليغ. ما هي مقومات التبليغ؟ والأخوة الأعزاء يعلمون أن مقومات الشيء داخل في حقيقته، كأنه إذا انفصل عرى أحد هذه الأمور انتفى هذا المركب، فهي داخلة في مقوماته وليس في إطلاقه. ما هي هذه مقومات التبليغ؟ الأمر الأول هو المبلغ باسم الفاعل، والأمر الثاني هو المبلغ باسم المفعول، والأمر الثالث هو مادة التبليغ. بعيداً عن المعنى اللغوي والاصطلاحي، المبلغ هو الذي يرجى منه أن يقوم بهذه العملية، عملية التبليغ. والتبليغ قيام في المبلغ قيام صدوري، بمعنى أن سيصدر منه تبليغاً، سيصدر منه كلاماً، سيصدر منه فعلاً، كالضارب والكاتب، وليس القيام فيه قياماً حلولياً من قبيل النائم. النائم اسم فاعل لكن لم يصدر منه النوم، وإنما قام به، حل فيه. فالمبلغ يرجى
منه أن يتحدث أو أن يعمل، يصدر منه شيء نعبر عن هذا الشيء أنه قد بلغه أوصله. المبلغ هو ذلك الشخص الذي ينتظر أن يتعلم، إما من سلوك المبلغ أو من كلام المبلغ. والمادة التي نبلغها هي تلك التي المادة التي لها معاني، وهذه المعاني تبلغ عن طريق الألفاظ، الصلاة، الصيام، الأمر بالمعروف. ما هي المادة التي نريد أن نبلغها؟ هذا هو قوام التبليغ. فالتبليغ لا ينحصر بالمبلغ، فإذا كان هناك مبلغ ولا يوجد مبلغ لا يبين الأثر، أو كان مبلغ ولا يوجد مبلغ أيضا لا فائدة من ذلك، أو كان مبلغ ومبلغ ولا يوجد شيء يبلغ به، يبلغ به المبلغ أو يبلغ به المبلغ، المادة لا توجد، فقطعاً لا يمكن أن يتحقق التبليغ. هذه مقومات للتبليغ. القرآن الكريم في سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك، لاحظوا ادعوا إلى سبيل ربك، فهذه المادة. ثم نأتي بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. النتيجة لابد أن تكون الصورة واضحة أمام المبلغ. حديثنا الآن أخواني بشكل مختصر وبكل أدبية أمام الأخوة الأعزاء والأساتذة والفضلاء، نتحدث عن المقوم الأول، أما المقوم الثاني والثالث فيترك إلى مجال آخر إن أبقانا الله تعالى، أو قد نمر عليه استطرادا ليس هو المقصود فعلا بالحديث. المبلغ، ونحن أيضا نتكلم عن المبلغ على نحو حقيقة التلبس، بمعنى الآن ننظر إلى واقع خارجي ونرى أننا في إطلاق المبلغ علينا إطلاق حقيقيا، لسنا في موضوع مناقشة المشتق هل هو حقيقة في من قضى عليه، قضى منه التلبس أو مجازا، لا نتكلم عن هذا المحور، وإنما نقول الآن فعلا الكل يتلبسون بالتلبس، بمعنى بالصفة والعنوان الحقيقي للمبلغ. والسؤال: ما هي المسؤولية الحقيقية التي تقع علي كمبلغ، أو ما هو المطلوب مني، أو ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر عندي حتى يتحقق التبليغ؟ وهذا سؤال أعتقد نحتاجه جميعاً، ولعل إدارة هذا المشروع المبارك توضح هذا المعنى للأخوة الأعزاء في كل عام. طبعاً هناك مجموعة من الأخوة يبلغون، يعني يستمرون في التبليغ، سواء كان انضموا لهذا المشروع المبارك أو على نحو منفرد، لكن العنوان الجامع هو عنوان هذا مبلغ، سواء في هذا الموسم في عاشوراء بالكتابة بالخطابة التي هي من أوضح لعل المصاديق، نتيجة عنوان المبلغ. فلا بد أن نعرف الموضوع، قطعا لا يمكن أن نحكم على شيء إلا أن يتحقق أو نميز الموضوع. الموضوع المبلغ من الموضوعات بسيطة من جهة والشائكة من جهة. بسيطة لأن هذه الصياغة العامة المعروفة وطريقة الأنبياء عليهم السلام، الناس يقرؤون القرآن يطلعون على أن من المهام أن الإنسان يتكلم على الآخرين يبلغهم،
وشاقة جدا لأنها تحتاج إلى قدرات حقيقية واقعية عندنا. في بعض الحالات إخواني قد يكون الكلام، أنا المتحدث قد يكون كلامي سهل يعني لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، لكن هل أنا فعلا متلبس بما أدعي أو لا؟ هذا مطلب آخر. يعني تعقيد المسألة وأهميتها في هذا الملف، وهو الانتماء الحقيقي والتطبيقي لحقيقة المبلغ، ليدعو الناس إلى شيء لا بد أن يتلبس به. ميدانكم الأول أنفسكم، إن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. هذه الحالة، حالة التبليغ. أشراف الناس والنخب البشرية هم الأنبياء سلام الله عليهم وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. لابد أن نمر بالأنبياء عليهم السلام ونقف عند كل نبي بمقدار ما تبينه الآيات، ونستكشف خصوصية معينة عند هذا النبي. البعض قد يستشكل أن هذا نقل البحث إلى غير موضعه. لماذا؟ لأن الموضوع يختلف. هناك في القرآن الكريم نتحدث عن معصوم، ونحن نريد أن نبلغ مع أننا لا نمتلك هذه الموهبة أو الرحمة أو الخصوصية. العصمة أول إخواني، قطعا نحن نؤمن بالعصمة، عصمة الأنبياء عليهم السلام في مقام عقيدتنا، والعصمة تكون من العوامل الدافعة للمبلغ، لا تكون من العوامل المانعة. يعني في مقام العمل نحن سنركن إلى ركن وثيق، لأن النبي عندما يبلغ بهذه الطريقة معنى أن هذه الطريقة هي طريقة صحيحة، والنبي الآخر عندما يبلغ بهذه الطريقة يعني أيضاً هذه الطريقة هي صحيحة. واختلاف الأساليب أمر طبيعي جداً باختلاف المجتمعات. يعني لم يكن الأنبياء يعانون ما عانى نوح مثلاً من الفترة الطويلة أن يلبث في قومه 1000 سنة إلا 50. مو معلوم أن الأنبياء أعمارهم كانت بهذا العمر. نعم بالنتيجة هذه الفترة الطويلة تحتاج إلى أساليب تتماشى مع طبيعة المجتمع الذي كان يعانيه نوح عليه السلام، بالنتيجة إلى أن دعا عليهم وأصبحت أن هؤلاء لا يلدون إلا فاجراً كفاراً. وصل الحال إلى انتهاء جميع أساليب التبليغ وعدمت عوامل الهداية في أمثال هؤلاء. قطعاً عندما نأتي إلى نوح ونقول نوح دعا عليهم، لا يمكن أن أجتزئ هذا المقطع وبمجرد أن أدعو فلان إلى شيء معين ولم يستجب أدعو عليه كما دعا عليهم. قطعاً لا يمكن، مع أن أسلوب نوح كان أسلوباً معصوماً وصحيحاً في ظرفه، وأسلوب آخر أيضاً كان صحيحاً في ظرفه. العصمة معتقداتنا تجعلنا نؤمن بأن هذه الأساليب هي أساليب صحيحة، واختلاف المجتمعات واختلاف الظروف قطعاً يتحكم. وعلى كل حال هذا المطلب قد يكون يعني في غير مولده. أنا أقول منهجياً أن الأنبياء عليهم السلام توفرت فيهم مجموعة من عوامل التبليغ بعنوان مبلغ، مو بعنوان معصوم، بعنوان مبلغ. توفرت فيه مجموعة من العوامل،
أنا سأتي إلى سورة الأنبياء بعض حتى لا أخذ من وقت الأخوة كثيراً، أقف عند بعض الآيات الشريفة ويمكن أن نستفيد منها بعض الفوائد. مثلاً نأتي إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عندنا به الآن شيئين، شيء في هذه السورة وسنرجع له إلى سورة إبراهيم عليه السلام، عندنا في ذيل الكلام شيء إن شاء الله نرجع. لاحظوا العبارة الشريفة، الآية الشريفة عندما تتكلم عن إبراهيم عليه السلام، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، في قصة إبراهيم غير خافي عليكم. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله، بعد أن كسر الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه العبارة بل فعله كبيرهم فسألوهم إن كانوا ينطقون، يقول فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم، حالة الانكسار تعبير القرآن بليغ وبديع، يقول نكسوا على رؤوسهم حالة من الخذلان. ماذا قالوا؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ماذا أستفيد من هذه الطريقة المختصرة؟ لاحظوا أن إبراهيم عليه السلام في مسألة في غاية الأهمية وهي التوحيد. التوحيد يعتبر الركيزة الأساس لكل دعاوى الأنبياء، وهذه الركيزة الأساسية، هؤلاء كانوا يعكفون على أصنامهم يرونهم أربابهم، والإنسان عندما تحاربه في أهم عقيدة قطعاً ردة الفعل ستكون كبيرة، وفعلاً كانت ردتهم كبيرة لأن ألقوه في النار. قبل أن ننتقل إلى تدخل الله تعالى في إنقاذ إبراهيم، لا، في قوة المحاججة، هذا أستفيد منك مبلغ. يعني إبراهيم عندما تصرف هذا التصرف هو أعد العدة للمحاججة، فأشار إلى شيئين جعلهم ينكسون رؤوسهم خجلا وذلة، وانتصر إبراهيم في المحاججة مع هؤلاء، غير الذي قال إن ربي أكبر إلى آخر تلك الآيات. أتكلم في هذه المرة، بالنتيجة انتصر إبراهيم عليه السلام في قوة هذه النقطة، قوة عارضته في المناقشة، أرجعهم إلى شيء فطرياً هم يؤمنون به. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، إذن هم لا يمكن أن ينطقوا. فإبراهيم في قوة المناقشة، أنا كمبلغ لابد أن أتوفر على قوة الحجة. في بعض الحالات أنا أعرف أن هذه الدعوة فاسدة، لكن لا أستطيع أن أردها لعدم قدرتي على ردها، ينبغي أن أترك أتعلم ثم أرجع. إبراهيم عليه السلام كان بمستوى أقول خارج من طاقة الأسماء حتى لا يتردد الإشكال مع كل نبي، وإنما في مقام المجادلة مع الأسماء. ثم أنتقل إلى على عجالة، أنتقل إلى لاحظوا بعد أن نجيناه ولوطا إلى قال
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. كلام على الأنبياء. وأوحينا إليهم فعل الخيرات. لاحظوا، قدم فعل الخيرات على إقام الصلاة. نعم، تقدم ذكري، مو بالنتيجة التقدم الذكري يكون تقدم رتبي، لكن يوجد اهتمام خصوصا مع النسق القرآني. فعل الخيرات، لاحظوا، هذا مطلب في غاية الأهمية. القرآن يقول وأوحينا إليه فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فعل الخيرات واقعا يجعل الناس تهوي وتقبل إلى أن من يفعل الخير. هناك خصيصة، قوام أن المبلغ لا بد أن يفعل الخير حتى يستجلب قناعة الناس وشخصية الناس. ونحن قرأنا في العقائد أن النبي من جملة صفاته حتى البدنية أن لا يكون فيه عيب تشمئز منه النفوس. لماذا؟ لأن لا بد أن يكون بصفات جسمانية كمالية حتى يستطيع أن يبلغ، حتى يقبل في مجتمعه في وسطه. وعندنا بعض الأحاديث الشريفة مضمونها أنه الناس مجبولة على محبة من أحسن إليها. إذن فعل الخيرات من الموارد التي الله تعالى أوحاها لأنبيائه، لإبراهيم ويعقوب وإسماعيل، وقدم فعل الخيرات على، وهذا له، يعني هو إبراهيم يفعل، يوسف يفعل، يعقوب يعمل الخيرات. فإذا الجانب الأول جانب قوة المحاججة، قوة المعارضة، معارضة في الجدل، والآخر هو أن يفعل هذا المبلغ الخير حتى يكون داعياً مبلغاً بعمله. وطبعاً فعل الخير حتى في الإنسان. بعد من جملة الآيات في أيضاً هذه السورة الشريفة، لاحظوا، تعرض على مسألة لوط. لوط في عبارة القرآن الكريم يذكر، يقول ولوطاً آتيناه حكماً وعلما. طبعا فحوى الحكم العلم لم يظهر يعني في حياة لوط قرآنيا، لأن لوط كان في زمن إبراهيم عليه السلام، وفعل قومه الأفاعيل، ولم يبقى في قرية لوط إلا هو، حتى أن زوجته كانت تخبر عليه، لم تكن مؤمنة. والقصة المعروفة في مجيء الملائكة إلى لوط وكانوا أو إلى إبراهيم عليه السلام وبلغوه أنهم كلفوا بأن يجعلوا هذه القرية عليها سافلة، ولوط بدأ يحاججهم إلى أن قال فيها لوط، وسيأتينا يعني شفقة إبراهيم على الأمة سيأتينا إن شاء الله. لكن عبارة الآية الشريفة تقول ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. فعلاً أنا مو في صدد قومه، في صدد هو، حكماً وعلماً. لاحظوا، سأنقل رواية، وهذه الرواية سندها أيضاً صحيحة، سندها صحيح، والرواية في التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ الصدوق. أنقل الرواية بطولها مع حذف السند. الرواية عن هشام بن سالم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي أتنعت الله، تعطيه صفة،
فقلت نعم. طبعا تعلم أن الله لا يدرك، إن أهل السماء يطلبونه كما تطلبونه أنتم في الحديث الشريف، وإنما بآثاره بصفاته، والصفات هذا مبحث عين الذات، إلى السؤال هذا أتنعت الله؟ قلت نعم. قال هات. فقلت هو السميع البصير. طبعا كلام هشام صحيح، الله تعالى سميع بصير، لكن لاحظوا الإمام ماذا قال. قال هذه صفة يشترك فيها المخلوقون، يقصد في المفهوم. فلان تسمع؟ يقول نعم أسمع. فلان تبصر؟ يقول نعم أبصر. الإمام أراد له هشام أن يترقى، قال هذه صفة يشترك فيها المخلوقون. قلت فكيف تنعته؟ أنا هذا مقدار علمي، أنت الإمام عليه السلام كيف تنعته يا سيدي؟ قال هو نور لا ظلمة فيه، وحياة لا موت فيه، وعلم لا جهل فيه، وحق لا باطل فيه. شاهدي مو شاهدي في هشام ماذا قال بعد ذلك. قال فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. لاحظوا إخواني، أعلم الناس بالتوحيد. لوط عليه السلام القرآن يقول أتيناه حكما وعلما، وأشرف العلوم الفقه الأكبر هو علم العقيدة، وأشرفه هو علم التوحيد. هشام بن سالم قريب للإمام الصادق كان، ومعروف الطبقة، طبقة هشام، هشام بن الحكم، قيس الماصر، الطاق، صاحب الطاق، معروفة الطبقة، كانت صاحبة كلام. لكن عندما سمع هذه الكلمات من الإمام الصادق يقول فخرجت من عندي وأنا أعلم الناس بالتوحيد. إذن المبلغ يحتاج إلى علم، يحتاج دائما إلى بصيرة. العلم قد يختلف عن البصيرة. أنا تقصدت في بداية الحديث، كنت بخدمتكم، نقلت السلام على الإمام الحسن، السلام عليك يا معز المؤمنين. لاحظوا، لأن بعض قال يا مذل، سفيان بن ليلة قال يا مذل، مع أنه مع جماعة الإمام الحسن، لكن غاب عن وجهه، عن عقله، عن فهمه وجه الحكمة في فعل الإمام الحسن، وإنما رأى الظاهر من الفعل، أن هؤلاء أصحاب الإمام الحسن أصبحوا تحت وطأة عدو. الأمر ليس هكذا، أنت نظرت بنظرة سطحية. البصيرة وفهم الأشياء لا شك الإنسان يحتاجها. الإنسان قد تمر فيه ظروف قد لا يفهم وجه الحكمة من التصرف الفلاني، فبردة فعل قد يتكلم بكلام وهذا الكلام غير محسوب، غير دقيق، الآخر سيفهمه، سيرتب آثار عليه. ولذلك المبلغ لابد أن يكون حذراً. نحن كطلبة لابد أن يكون الوصف العنواني فينا التبليغ ثابت غير زائل. يعني التلبس لي لازم يكون دائماً على نحو الحقيقة. في سنتنا، أنا أتحدث طبعاً عن نفسي عفوا، في جلستنا، في مشيتنا، في حديثنا، في تصرفنا، كل شيء نحن لابد أن نبلغ. بعض الروايات من أتخذ صديقا صاحبا؟ قال من يذكرك الله. هذا المعيار، دائما هو يذكره الله. بعد من جملة الأنبياء التي تحدث عنها قال في مسألة آية 76 قضية نوح،
قال ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وآله من الكرب العظيم. فاستجبنا له ونجيناه وآله يقصد على قضية الطوفان. لكن لاحظوا هذه العبارات عند الأنبياء قد مو مقصودنا. القرآن يعبر عن بعض الأنبياء ونادى، عبارة نادى، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فنادى. هذه الاستعمال القرآني بالتتبع، ولعل استقراء ناقص، هذا النداء دائما يلجأ إليه في الأمر العظيم، يعني أمر مهم حتى من الله تعالى. وناديناه في الجانب الأيمن مثلا، مو دائما الإنسان يدعو، نعم، لكن هذا النداء بأمر مخوف، أمر عظيم. وصل نوح إلى مرتبة لا يوجد أمل فيها. أيضا بالنسبة إلى العمر الكبير، لعله إلى إسماعيل مثلا، العفو إبراهيم أو زكريا، حالة من الهرم بحيث لا يرجى منه أن يأتيه بولد. أيوب سلام الله عليه قال إذ نادى ربه، لاحظ أيوب عليه السلام أيضا مشمول بهذه الدعاء. ماذا يقول أيوب؟ قال وأيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مسني الضر، وصل إلى حال لا يقوى بعد ذلك على التحمل. أيضا بالنسبة إلى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وصل في حال أصبح الوضع الطبيعي أنه لا يأتيه زوجته مثلا عاقر ولا أمل، يأتي النداء. هذا النداء إذا توفرت شرائطه الله سبحانه وتعالى يستجيب. المبلغ سلاحه الحقيقي الله تبارك وتعالى، فعندما يتكي على الله في كل ما يتفوه به لا شك أن النتائج ستكون عظيمة. لا نتكل على قدرتنا البلاغية الخطابية الكتبية، لا نتكل عليها. الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هي أسبابه، وحتى الفعل الذي يصدر مني وأثر أثر في الآخر واستجاب الله، ماذا يقول الحديث الشريف؟ الله أولى بحسنات العبد منه. كل هذه المقدرات الله تبارك وتعالى هي هذا الارتباط، إني عبد الله، هاي العبودية الحقيقية، يعني العبودية الالتفاتية مع الالتفات، مو العبودية الواقعية اللي أنا عبد والكافر عبد. بالنتيجة إنا لله وإنا إليه راجعون، من آمن بهذه المقولة يرجع، والذي لم يؤمن أيضا يرجع، هذه سنة الله تعالى. لكن العبودية التي الإنسان يلتفت إليها، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما نزلت الآية الشريفة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بعضهم قالوا يا رسول الله ماذا تصنع بالصلاة وقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تقدم، بعض الروايات هكذا تكون، يعني مع المناقشة في مسألة الذنب المغفور. قال أفلا أكون عبدا شكورا، فلا أكون عبدا شكورا. ونبينا هو سيد المبلغين، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة. هذه بعض الآيات الشريفة التي يعني كنت بخدمتكم. أنا أنتقل إلى نبينا صلى الله عليه وآله أيضا، و بعد ذلك نذهب إلى إبراهيم سلام الله عليه. هذه الآية الشريفة إذن نحن عندما نستجمع بعض الشرائط أردنا أن نبين القوة في الجدل،
يعني والمحاججة، وأيضا مسألة فعل الخيرات أن الإنسان يفعل، وأيضا الإنسان يتكل على الله تبارك وتعالى في كل الأمور. النبي صلى الله عليه وآله نبينا الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، هذا الطاقة الهائلة والشخص الذي وأفضل الممكنات صلوات الله عليه وعلى آله، القرآن ماذا يتحدث عنه في مسألة لها علاقة بما نحن فيه؟ لحظة، يقول فبما في آل عمران، يقول فبما رحمة من الله لنت لهم. اللين، فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا الشق الأول. قال ولو كنت فظا، طبعا هاي لوم امتناعية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فظا، لكن لاحظوا مدلول الجملة ماذا يترتب عليه لو كان. قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. السائل يسأل يقول هو النبي صلى الله عليه وآله لا يحتاج الناس فلينفضوا؟ قطعا الكلام ليس ذلك، لأن هذا يلزم منا تفويت الغرض، نقض الغرض. النبي وما أرسلناك، إذن هو مبعوث مرسول من الله تعالى، فهذه الرسالة لا بد أن تتحقق، لا بد أن تكون جهة تسمع منك. من هذه المميزات للنبي صلى الله عليه وآله أراد أن يبينها القرآن لكل مبلغ، لأن النبي لم يكن فظا ولم يكن غليظا، لكن ماذا تنتج؟ قال لانفضوا من حولك. لم نكتفي باللين وعدم الغلظة، لا يستلزمه اللين، إنسان غير غليظ طبيعي، ترى اللين واخفض جناحك للمؤمنين. المبلغ أحى بذلك، وهذا من المقدمات التي ذكرها حتى في منية المريد الشهيد الثاني رضوان الله عليه في أدب الطالب مع شيخه والشيخ مع تلميذه. هاي حالة اخفض جناح، اخفض الجناح، ومن التعابير البلاغية في القرآن الكريم التعبير عن هذا خفض الجناح كالطائر. وهذا نبينا يقول لين لهم، والأعراب كانوا أشد كفراً ونفاقاً، كانوا يواجهون النبي صلى الله عليه وآله بأقذع الألفاظ والتصرفات والخطاب، حتى أدب الخطاب كانوا يفقدون. مع ذلك القرآن يقول فبما رحمة من الله لنت لهم، اترك فظاظة يعني القلب وفظاظة الطبع، اترك، لأنهم سينقضون سينفرون. فإذا القدرة التي كانت عنده صلى الله عليه وآله أن يتحمل هؤلاء، يتحمل هؤلاء. إنسان الآن في محطة من محطات التبليغ، ويأتي إليه سائل، يأتي إليه مستفسر، يأتي إليه مستفتي شاب في مقتبل العمر، أنا بداخلي ماذا أقول؟ أقول هذه رحمة ساقها الله إلي، فلا بد أن أبذل كل وسعي حتى وإن كنت أتصنع بعض الأخلاقيات، أتصنع حتى أتعود عليها في سبيل أن هذا الشاب لا يخرج مني إلا وهو يحمل فكرة طيبة عن طريقتي بالتعامل، عن طريقتي بالتعامل. هذا رحمة من الله، يا علي لئن يهدي الله بك رجلا حب إليك مما طلعت عليه الشمس. يعني هذا الشخص الذي يستفتي أفضل من الدنيا،
كيف؟ ما هي خيرات الدنيا؟ قل هذا أفضل هداية. فلا بد أن أسعى للسبب إخواني. وهذه نقطة، يعني الحديث أنا بعض الحقيقة يعني استثنيت عنها، لكن من المبادئ، من المبادئ الإنسان لا بد أن يحتفظ بها لنفسه، أن يجعل كل واحد منا صاحبه مشروعه إلى الآخرة. مبدأ لا بد يكون عندي وعندك، أن هذا السائل هذا مشروع للآخرة، إن أحسنت إليه فأنا المستفيد، وإن أسأت إليه فأنا المتضرر. بالنتيجة لا يوجد خفاء أمام الله تعالى، لا يحجبه ليل ولا ستر ولا أي شيء، لكن هذا مشروعي إلى الآخرة، أحفظ حتى غيبته. الله تبارك وتعالى ينظر إلي. واقعا الدنيا مزرعة، الدنيا سوق، في الحديث الشريف الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. هذا مشروع للآخرة، أنا أجلس في محطة في مكان محترم تهيئ لجميع الأسباب وأنتظر هذا السائل المستفتي الشيخ الشاب الطفل يسألني، أفرغ نفسي له، أفرح، أستبشر أني سأكون سبب في أن هذا يهتدي. هذا نبينا، لا تكن فظا، لا تكن غليظ القلب، وهو لم يكن، القرآن مدحه سابقا، حصنه النبي، فاز بالحظ الأوفر حتى على جميع الأنبياء في كل شيء، في مقامات العلمية والتشريفية ولواء الحمد والشفاعة. إمام الباقر يسأل فلان أي آية أرجى في كتاب الله، يقول نحن نقول يا أيها الذين آمنوا مثلا لا تقنطوا من رحمة الله. الإمام قال نعم لكن ليست هي أرجى آية. أي آية أرجى يا إمام؟ قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال هي الشفاعة، 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 شيء لم يعطى لغير النبي إلا النبي، وهذا سمت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المبلغ لا بد أن يتسع صدره، أن يتحمل جهل الآخرين. وقطعاً الإنسان من يعرض نفسه لأن يعني تسأله الناس سيسمع أسئلة غريبة عجيبة، لا بد أن تتحمل. هذا جاهل لم ينفتح قلبه إلى العلم، بصيرته إلى الآن مغلقة، وقد تأثر بما تأثر. وفعلاً ساعد الله الشباب في هذا العصر، موارد الابتلاء على الشباب كثيرة أخواني، وهذا شاب قلبه طري تتلاقفه الأيدي يميناً ويسار، وقلما يقع في أيدي نظيفة، أيدي صادقة، أيدي تريد به الخير. والذي يساعد على هذه الأيدي هو سيد الشهداء عليه السلام. هؤلاء الشباب كلنا نذهب يميناً ويساراً، ويأتي محرم وصفر، وسيد الشهداء يقول إلي إلي، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذا الشاب خلال هذه العشرة أشهر الحسين يقول له تعال. هذا قافلة سيد الشهداء، قافلة عجيبة غريبة، يعني التأمل فيها قطعاً ينتج يعني اللا فهم بالنسبة لي. بعض مواطن سيد الشهداء عصي على فهم القاصر، شخص قوي بهذه الدرجة لا تمنع الناس حرارة الشمس ولا برودة الشتاء ولا أي شيء يمنع الناس أن تقدم لسيد الشهداء شيئاً وهي معتذرة. غريب هذا الأمر، واقعاً غريب، يعني ستظهر فضيلة ومقام سيد الشهداء قطعاً في الآخرة. في الدنيا بعضنا منه، الدنيا ليست دار جزاء كما تعلمون، دار الجزاء الحقيقية يوم القيامة، لكن ما نلمس من بركات سيد الشهداء شيء غريب عجيب. يعني هؤلاء الشباب الحسين يقول لهم تعال، الله تعالى اختاركم بحمد الله تعالى أن تكونوا في خدمة سيد الشهداء،
وخدمة زوالي، وهي من الدرجات الرفيعة لا تؤتى لكل أحد. الإنسان عندما يجلس وإن قضى نهاراً كاملاً مع شخص فقط واحد، نهار كامل مع شخص، ثم هذا الشخص قال جزاك الله خير، الآن تبين لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود، اذهب واشكر الله تعالى على هذه النعمة، أن الله تعالى جعلك سبباً في هدايتي. حتى لا أسترسل كثيراً، لكن أنا بخدمتكم نحن إخواني يجب أن لا نغفل عن يعني سعة رحمة الله تعالى. الله تعالى دائما يدركنا برحمته، ونحن فقط نحتاج أن نلتفت. الإمام الصادق بعضهم يأتي له يقول نحن في زمان قد يعني دعاوى كثيرة وشبهات كثيرة، كيف نفهم كيف نعرف؟ أخرجه إلى الشمس، قال ترى الشمس؟ قال نعم، قال إن أمرنا أبين من الشمس، لكن يحتاج إلى عينين بصيرتين. الله تعالى من الصباح إلى الليل كم نعمة من النعم الله تعالى يعطينا، كم نعمة واقعا لا تعد، كما في السورة الكريمة التي تقدمت، تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنا أزين المجلس المبارك بشيئين، هذا ما وعدتكم إلى إبراهيم عليه السلام أجعله آخر الكلام. لاحظوا هذه الرواية الشريفة، بعضكم سمعها لكن أنا أذكرها من باب التأكيد. نحن نحتاج إلى رحمة الله تعالى، لا تقل أن الأمر قد فرغ منه. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هي أسبابه. قصة مسبوقة لكن ذيلها مهم بالنسبة لي كمبلغ، ذيلها بالنسبة لي كمبلغ. قصة أنه لحق بني إسرائيل قحط على عهد موسى عليه السلام، فاجتمع الناس إليه فقالوا يا كريم الله ادع لنا ربك أن يسقينا الغيث، فقام معهم وخرجوا إلى الصحراء وهم 70,000 أو يزيدون. فقال موسى عليه السلام إلهي اسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأطفال الرضع والبهائم الرتع والمشايخ الركع، فما زادت السماء إلا تقشعا والشمس إلا حرارا. لا يوجد إجابة للدعاء، وهذا موسى كريم الله. فقال موسى إلهي إن كان قد خلق جاهي عندك فبجاه النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله، الذي تبعته في آخر الزمان. إذا أنا الآن جاهي خلق ولم تهتم بي فأسألك بجاه من لا ترده. فأوحى الله إليه ما خلق جاهك عندي وإنك عندي وجيه، ولكن اكتفتوا فيكم عبد يبارزني منذ 40 سنة بالمعاصي. في قومك يوجد شخص 40 سنة يبارزني بالمعاصي، فنادي في الناس حتى يخرج من بين أظهركم فبه منعتكم. هذا هو السبب، فنادي عليه حتى يخرج. شوف الفضيحة. فقال موسى إلهي وسيدي أنا عبد ضعيف وصوتي ضعيف، فأين يبلغ وهم 70,000 أو يزيدون؟ فأوحى الله إليه له منك النداء، نادي أمر مهم، ومني البلاغ، أنا أوصل صوتك إلى الناس. معادلة جيدة. فقام منادياً وقال يا أيها العبد العاصي الذي يبارز
الذي يبارز الله منذ 40 سنة، اخرج من بين أظهرنا فبك منعنا المطر. هذا العبد العاصي التفت يمين يسار، لم يرى أحد قام، قال إذن أنا المعني. فقال في نفسه، فنظر ذات اليمين وذات الشمال فلم يرى أحداً خرج، فعلم أنه المطلوب. فقال في نفسه، إن أنا خرجت من بين هذا الخالق افتضحت على رؤوس بني إسرائيل، وإن قعدت معهم منعوا لأجلي. أمر يدور برأي بين أمرين، إذا خرجت سأنفضح، ما حد يعلم، بقيت ولا مساكين، فماذا الحل؟ اهتدى إلى الحل الثالث، فأدخل رأسه في ثيابه نادما على فعاله، وقال إلهي وسيدي، عصيتك 40 سنة وأمهدتني، ما عذبتني، تركتني هذه الفترة، وقد أتيتك طائعا فاقبلني. فلم يستتم الكلام حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت كأفواه القرب، نزل المطر على جماعة موسى. فقال موسى عليه السلام، إلهي وسيدي، بماذا سقيتنا وما خرج من بين أظهرنا أحد؟ أنت قلت فليخرج، هذا لم يخرج، ونزلت السماء بمطرها كأفواه القرب. فقال الله تعالى، يا موسى سقيتكم بالذي به منعتكم. لاحظوا دقة هذه العبارة، سقيتكم بالذي به منعتكم، لكن الموضوع تبدل من عاصي 40 سنة إلى تائب. فقال موسى، هذا ذيل العبارة المهمة، فقال موسى، إلهي أرني هذا العبد الطائع. عبارة موسى تبدلت، هناك كان ينادي أيها العبد العاصي، وهنا تبدلت، قالت أرني هذا العبد الطائع. فقال يا موسى، التفت، إني لم أفضحه وهو يعصيني، أفضحه وهو يطيعني؟ هاي الحسابات ليس مع الله تعالى، الله لا يفضح. يا النمامين عليه، أفأكون أو أكون نماما؟ حقيقة هذه الرواية الشريفة في ذيلها تعطي أمل كبير للعاصي. الآن ستسمع كثيرا، أني عصيت، أني أخطأت، أني لا تغلق الباب. لاحظوا إبراهيم، حتى أنا قطعاً أطلت عليكم، أنا أعلم بذلك. لاحظوا إبراهيم عند هذه الجملة اللي أيضاً قراها الشيخ في البدء، قال ربي، يحكي على الأصنام، قال ربي إنهن أضلن كثيراً من الناس، فمن تبعني فإنه مني. هذا جد إبراهيم يدعو إلى الله تعالى، وهو شيخ الأنبياء الثاني، ويقول إلى الله تعالى في مقام الدعاء، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني. طبعا الذي يعصي ابراهيم يعصي الله، ابراهيم لم يقل ادخله في نار جهنم، ومن عصاني تكمل مهمه في حياه ابراهيم عليه السلام، الذي تبعني فهو مني، وهذا له الحصانه. لكن الاشكال بالذي عصاني، ابراهيم ماذا يقول؟ قال
ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لاحظوا كلمات المفسرين في هذا المقطع، حاولون يوجهوها بتوجيهات، لكن خصوصية إبراهيم لا نخفلها. إبراهيم حليم أواه، إبراهيم أراد أن يدفع البلاء والنقمة عن قوم لوط، وبدأ يناقش الملائكة إن كانوا فيها 10 قالوا لا نعذب، إن كان فيها 9 لا نعذب، 8 إلى أن وصل إلى 1، إذا 1 قالوا نعذب، قال إن فيها لوط، قالوا نحن أعلم بمن فيها، أخو أحد غير لوط؟ يا إبراهيم أعلم عن هذا. إبراهيم هنا يقول ومن عصاني فإنك غفور رحيم، مع أنه هذا عاصي، لكن آني أوكل إلى تلك الرحمة. يا من سبقت رحمته غضبه. هاي مبادئ إخواني، عندنا مبادئ أهل البيت عليهم السلام. اقرأ الأدعية، لا نحاسب بعدل الله تعالى، سنكون من الخاسرين جزما، ولله الحجة البالغة. الأئمة ما يقبلون نقول إلهي حاسبني بعدلك، أبدا، حاسبني برحمتك، لأن رحمتك موازينها عندك، ورحمتك وسعت كل شيء. هذا المسكين الذي يأتي إليك من جملة التبليغ، أنت آمنه برحمة الله، مو بمكر الله، آمنه برحمة، إن رحمة الله تسع، فقط ابدأ، لا تجعله آيسا، لا تجعله منكسرا. الشاب نزق في لحظة من اللحظات قد فعل فعلا شنيعا، لكن هذا ليس نهاية الدنيا، أنت مبلغ، أخرجه من هذا الذل إلى العزة، عزئين في طاعة الله. رحمة الله سبحانه وتعالى قريب، وإن الراحل إليك قريب المسافة. هذه مبادئ عند المبلغ، أما أنا أجمد مع النص الفقهي، هذا حرام انتهى، يطلب حل، هذا يطلب حلاً، يجد عندك رحمة، يريد أن من خلالك يرى ما هي رحمة، ما هي رحمة الله تعالى، ما هي رحمة أهل البيت، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عصيان عصيان مسلم، لكن جاء لك مع الله يعرف تكليف الله سبحانه وتعالى، لكن مع هذه آيات وأنبياء وكلام الأئمة عليهم السلام، أنه لابد أن أجعل فيه أمل. مريض يحتاج إلى أمل الطبيب، العاصي مريض يحتاج إلى أمل، وأنت في الواقع هو الأمل. أختم بقصة نهائية، ولعل البعض يعني سمعها مني، دائما في أي مجالس أذكرها، لكن أعتقد مناسبة جاءت. كان هناك عطار أعمى في النجف قديما، كانت العملة عملة الدرهم 100 فليس، وهذا أعمى يستلم قطعة النقد ثقة بالمعطي بالمشتري، أعطوك 100 فليس مثلا، أعطوك كدرهم. كان أكو مجموعة يسخرون من الأعمى، يعطونه عملة مزيفة، ويقول له أعطيتك 100 فليس، يأخذ الحاجة أيضا ويأخذ الباقي، كانوا يعتقدون أنهم يسخرون بهذا الأعمى. تبين أن هذا الأعمى كان ملتفتاً لذلك، متفطناً لذلك. هذا الأعمى كان عندما يختلي مع الله تعالى يجعل هذه العمر المغشوشة على كفيه ويدعو الله تبارك وتعالى، يقول إلهي كما قبلت المخشوش من عبادك اقبل المخشوش من عملي. اقبل المخشوش من عملي. لماذا يقبل الله المخشوش من عملي؟ لأن رحمته سبقت غضبه. فإذا كنت أنا العبد العاصي أحمد
أريد أن أنصب نفسي مبلغاً قطعاً، وأنا فقير أنا محتاج الله تعالى. في ذيل دعاء عرفة، لو كان هذا من دعاء عرفة، لو كان من دعاء، لأن يعني في كلام أن هذا ليس من إلهي، من كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعوة؟ الحقيقة تحتاج إلى إثبات دعوة. إذن كلنا نحتاج إلى رحمة الله تعالى، ومن أوضح مصادق رحمة الله في زماننا هذا هو إمامنا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه، ولا شك أنه يرعى هذه المسيرة المباركة، مسيرة الأربعين، لكل شاب ولكل امرأة ولكل عجوز ولكل شيخ، وأيضا يرعى هذا الجمع المبارك إن شاء الله تعالى عندما يتصدون لخدمة هؤلاء الزوار الأفاضل. نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والتوبة، واعتذر من تطفلي على وقت الأخوة الأعزاء، سائلين الله تبارك وتعالى أن يمن على الجميع من هيئ هذه الجلسة المباركة ولهذا المشروع الكريم الكبير. اللهم تقبله منهم جميعا بقبول حسن، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.